نحن هنا لنقول لرئاسة الجمهورية أننا في كل يوم تضربون منذ أسبوعين، والإضراب متواصل، ومقاطعة الدروس متواصلة، ومقاطعة التدريب متواصلة، ومقاطعة الامتحانات إن شاء الله قادمة. كلنا إن شاء الله كنا واحدة حتى يرجع السلطان. لن نتخلى أبدا عن زملائنا، لن نتخلى أبدا عن أصدقائنا، لن نتخلى أبدا عن ممثلينا. هذه رسالة واضحة على رئيس الجمهورية أن نتبعها وعلينا أن نتعامل معها. زملاء الطلاب كلكم تعرفون هؤلاء الكفة، كلكم تعرفونهم. هل يستحقون الطرد؟ لا. هل يستحقون الإعانة؟ لا. هل يستحقون الإبعاد؟ لا. أسمعوا بصوت واضح. لا. 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 اهلا بكم.